بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، أيها المتتبعون، أيها المستفيدون من هذه الدروس عبر هذه القناة، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس النشاط العلمي الخاصة بالمستوى السنة السادسة ابتدائي. المرجع فضاء النشاط العلمي. سأقدم أول درس من درس النشاط العلمي صفحة 9. تابعوا معي وتابعوا. إذا عندنا النشاط العلمي هو المرجع، هو الدرس ديالنا اليوم. القسم السادس الابتدائي خاص بمستوى السنة السادسة الابتدائية. الدرس الهدف ديالو هو أقوم مكتسباتي، أقوم المكتسبات ديالي. سنقوم هذوك المكتسبات ديالي، زاكيزيسيون ديالي. تقويم تشخيصي، ايفالياسيون دياغنوستيك. تقويم تشخيصي. الحصة الأولى الصفحة 9 من كتاب التلميذ، يعني الحصة الأولى من كتاب التلميذ الصفحة 9. أجيب على الأسئلة في دفتر التقصي، إذا الجواب ديالي خصو يكون في دفتر التقصي. أولا أضع علامة سبب كروا أمام العبارة الخاطئة، كيني با جوست خاطئة، هي اللي ندير قدامها العلامة، أما إذا كانت صحيحة نخليها بلا علامة. الحالة التحول من الحالة الصلبة، تحول من نحولو من مادة صلبة إلى مادة سائلة يسمى ذوبان. عطاونا الجواب ذوبان، هل هذا الجواب صحيح أم خطأ؟ فهو خطأ. إذا أضع علامة، أضع علامة، هذا سيتسمى انصهار وليس ذوبان. ب التحول من الحالة السائية إلى الحالة الغازية يسمى تبخر، صحيح؟ إذا لا أضع علامة، هذا راه تبخر صحيح. ثم جيم التحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، ولا نحول واحد المادة سائلة نردوها صلبة يسمى تجمدا. ما مثلا واحد القارورة درنا قلنا نردو صلب درنا في الثلاجة ولا متجمد، إذا صحيح لا أضع علامة، إذا هذا صحيح يسمى تجمدا. السؤال الثاني أضع علامة سبب أمام العبارة الصحيحة، إذا في المرة الأولى درنا علامة أمام العبارة الخاطئة، دابا العكس أضع علامة أمام العبارة الصحيح صحيحة. يعتبر الجسم المكون من حديد، واحد الجسم مكون من حديد، هل ألف موصلا للحرارة، عازلا للحرارة، موصلا أحيانا وعازلا أحيانا أخرى، كل مرة سيوصل بعد مرة لا، أين هو الجواب الصحيح؟ موصلا للحرارة، إذا هنا أضع على علامة، راه فيه الحديد، والحديد موصل للكهرباء، موصل للحرارة، موصل للحرارة. التمرين الثالث، أتمم الجدول بما يناسب، نعمر الجدول بالجواب الصحيح. عندنا الحاسة، عندنا العضو المسؤول، وعندنا الإحساس. الإحساس في أنواع غادي نشوفهم. إذا ناخذ الحاسة، إذا عندنا خمسة ديال الحواس، سيك سونساسيون. عندنا أولا الشم، ها الشم الأذن، العضو المسؤول عن الشم هو الأنف، هو الأنف. إذا الإحساس ديالو شكون هو؟ هو الشم. إذا هاد الشم شنو غادي نشم به؟ روائح طيبة، روائح كريهة، هذا هو الإحساس ديالو، روائح طيبة، روائح كريهة. إذا هذا فيما يتعلق بالشم. إذا باقي لي أربعة ديال الحواس سأشرحها في الجدول، سأشرحها في الجدول. إذا أتمم الشرح. الحاسة الثانية اللمس، لو توشي، اللمس. إذا العنصر ديال هذا اللمس هو الجلد، هو الجلد. شنو عندنا هنا؟ عندنا اللمس، الإحساس، الإحساس اللي هو اللمس. حنا شنو سنلمسو؟ الخشن، ناعم، إذا شي حاجة خشنة، شي حاجة ناعمة، شي حاجة باردة، نقدر ندير يدي على شي حاجة ونلقاها باردة. أولا سخونة، دير هناك عدة أشياء. الحاسة الثالثة الضوء،
العضو هو لسان الاحساس الذوق، هذا ذوق بمعنى حلو مر مالح الى غير ذلك. ثم الحاسه الاخرى البصر لا فيزيون العين، العين هو العنصر الرؤيه، اذا الاحساس هو الرؤيه بمعنى النظر. اذا جميع ما حولنا العين ترى جميع ما حولنا من حيوانات من نباتات من انسان من اشياء، اذا العين كل ما يحيط بها تراه. السمع العنصر هو الاذن، الاحساس هو السمع، السمع ليكون. اذا السمع شنو عندي؟ جميع ما يحيط بنا من اصوات، جميع ما يحيط بنا من اصوات او صداع او غير ذلك. اذا جميع ما يحيط بنا من صوت، من غناء، من كلام، من رعد، من برق، من صوت الى غير ذلك، اذا هذا السمع. اذا تقريبا بسم الله رقم 4 اضرب علامه الضرب لكن على الضرب امام العباره الصحيحه. Devant la réponse juste. طرق الوقاية من الأمراض. طرق الوقاية لا بريفونسيون دي مالادي. لا بريفونسيون أو مالادي. شكون هو؟ ما يجب أن أقوم به لكي لا أصاب بالعدوى. ما يجب علي أن أقوم به لكي لا أصاب بالعدوى. إذا هذه طريقة من طرق الحماية من العدوى. إذا الجواب صحيح. الجواب صحيح. ما يجب علي أن أقوم بمعنى أشخص من ذلك باش ما نمرش. ما يجب أن ألبسه أنا مريض. ما يجب ان اكله وانا مريض خطا. اذا الجواب الصحيح هو الف. ننتقل الى السؤال 5. اعين الجواب الصحيح واضع علامه في المربع الصحيح. اعين الجواب الصحيح واضع علامه في المربع الصحيح. عندنا هنا الف، اذا غادي نصبغوا الف. ما هو الف؟ التشجير سلوك سلبي. هذا علامة في الجواب مربع تجير. واش هو سلوك سلبي؟ خطأ. استعمال الطاقة الشمسية سلوك إيجابي؟ نعم. إذا هذا هو ألف، إذا هذا هو ألف، ألف. استعمال الطاقة الشمسية هذا سلوك إيجابي. ها؟ هذا سلوك إيجابي. تجير سلوك سلبي. التجير واش هو سلوك سلبي؟ خطأ. تلويث البحار بالنفايات، تلويث البحار، تلوث البحار بالنفايات، نفوم الأوساخ، سلوك سلبي، نعم، سلوك سلبي، سيتان كومبورتمون نيجاتيف، رمي الأزبال في الشاطئ، إذا سنرمو الأزبال في الشاطئ، واش هادشي مزيان؟ خطأ، إذا هذا سلبي، سلوك إيجابي خطأ، إذا قلنا حنا المربع صحيح، واش رمي الأزبال في الشاطئ سلوك إيجابي؟ لا، هذا خطأ، إذا ما غاديش نكتب الجواب. سادسا انجز على اطار تقصي اذكر ثلاث ملوثات للبيئه. غادي نعطي واحد ثلاثه ديال الملوثات اللي تيروا تما البيئه ولا كيعكس الاشياء. اولا رمي الازبال في الشاطئ، هذا ملوث. رمي الازبال في الشارع، استعمال الدخان ديال السيارات بكثره يلوث. ثانيا دخان المصانع يلوث البيئه. إحراق النفايات، النفايات اللي تنجمعو تندو ونحطو في واحد المنطقة ويطلع واحد الدخان فيه الميكا فيه الجلد فيه عدة أشياء متنوعة فهو ملوث، هذا ملوث. إذا هذا ما يتعلق ب ثلاث قلنا ادخل ثلاث ملوثات للبيع، ثلاثة ديال الملوثات للبيع حنا ندخلوهم ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، هناك عدة أشياء أخرى. ادخل ثلاث سلوكات إيجابية نحو البيع، إذا في الأول ذكرنا ثلاث سلوكات سلبية، دابا غادي ندخل ثلاث سلوكات إيجابية، ثلاث سلوكات إيجابية اللي هي مزيانة للبيع، تشجيع التشجير، خصنا نشجعو التشجير، لأنه يعطي في الهواء. الحفاظ على الغابات، خصنا نحافظو على الغابات، ما نقطعوش الأشجار. عدم إحراق النفايات، إعادة التدوير ديالها، النفايات اللي تنجمعو ونحطوهم، نخليوهم حتى تجيف. حتى تجيف. عدم إحراق النفايات، إعادة لأن الإحراق ديال النفايات فيه عدة مواد، فيه الميكا، فيه الأشياء اللي هي تعطي رائحة كريهة وملوثة، إذا عدم إحراق
النفايات اللي عرفت بها. سابعا اتمم بما يناسب جد الجد ثم الدفع، كاين فاش نجبد كيفاش ندفع. لرفع الاثقال بغيت نرفع واحد الاثقال وصلي بالقوه ماذا؟ ها رفع الاثقال. اذا هنا عندي جد وصلي بالقوات جد عليه. لتحريك السياره معطله، واحد السياره واقفه اش غادي نستعمل؟ واش جد ولا دفع؟ غادي نستعمل وصلي بالقوات دفع، هي بصوره دفع غادي ندفع. اذا عندنا هنا الجيم لسقي ماء من البئر، لو بغيت نسقي الماء من البئر وصليت قوة جد، وصليت قوة جد، إذا هنا خصني نجد الجد ديال الماء، وصليت قوة جد الماء. دال لتغيير مكان جسم ما وصليت قوة لتغيير مكان جسم، هنا نغير له المكان ديالو هو على الجسم. شنو غندير هنا؟ إما غادي نستعمل القوة إما غادي نستعمل الجد، إذا وصليت قوة جد وقوة دفاع، قوة دفاع، ها قوة جد أو قوة دفاع. ثامنا أكمل بكتابة طبيعي ناتشورال اصطناعي، ها في حاجة اللي هي اصطناعية بمعنى غير طبيعي. الشمس، الشمس مصدر، هل هو اصطناعي؟ هل تم صنع الشمس؟ إذا فهو طبيعي، طبيعي. الشمس المصدر ديالها طبيعي، ها ليس اصطناعي. تدفق المياه في شلالات، تدفق المياه في شلالات مصدر طبيعي، ليس هو الشلالات على اسم لهم طبيعي للطاقة، ها تدفق المياه في شلالات مصدر طبيعي للشلال. التيار الكهربائي، التيار الكهربائي هل هو طبيعي أم اصطناعي؟ اصطناعي. هو اصطناعي. الحطب مصدر، الحطب مصدر طبيعي، الحطب هو مصدر طبيعي لأن يعني الحطب ما يمكنناش نصنعوه فهو طبيعي. الألواح الشمسية مصدر، الألواح الشمسية مصدر طبيعي. حنا نزلنا على المصدر الألواح الشمسية اصطناعية، الألواح الشمسية مصدر اصطناعي للطاقة. تسعة عشر تسعود أحدد أعضاء الجهاز التناسلي عند كل من التمر والبقرة، هنا سأكتفي بهذا الدرس وسأتممه على السبورة الأخرى. إذا السؤال الآخر أن التمر، إذا قلنا بالنسبة أحدد أعضاء الجهاز التناسل الجهازين أو الجهازين التناسليين عند كل من البقرة والثور. الجهاز التناسلي هي الثور، بالنسبة للثور عندنا القناة المنوية، عندنا الخصيتين، عندنا القضيب، هذا بالنسبة للذكر، عندنا الخصيتين، عندنا القضيب، عندنا القناة المنوية التي يمر منها السائل المنوي، ثم عندنا البقرة، عندنا المهبل، ثم عندنا قناة منوية، إذا الحال هنا حتى هو قناة منوية، ثم عندنا الرحيم اللي هو العكس ديال القضيب، ثم عندنا المبيض اللي هو العكس ديال الخصيتين، إذا عندنا هنا أربعة، عندنا هنا ثلاثة. ينمو ويتطور، ينمو ها يكبر ويتطور جنين الحيوانات الوالدة، الجنين ديال الحيوانات الوالدة، كاين الحيوانات الوالدة وكاين البيضة، إذا حنا الحيوانات الوالدة. واش داخل بطن الأنثى ولا داخل ولا خارج بطن الأنثى؟ إذا الجواب غادي يكون هنا الوالدة داخل البطن ديال الأنثى. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا الحصة الأولى من النشاط العلمي صفحات السعود من كتاب التلميذ التي تتعلق بالتقويم التشخيصي أو التقويم القوم مكتسباتي، إلى الحصة الثانية في الصفحة 10. أتمنى لكم التوفيق وإلى الدرس المقبل.